اسمها القصير، عنوانها الثورة ومكانها بين حدود القلب والقاصرة السورية. قدرها أنها تحارب نظاما مستبدا استعان بميليشيات حزب الله اللبناني، وأن تكون شاهدا على ما لا يمكن لجميع الأقلام أن تكتبه، ولا لعدسات الكاميرات مجتمعة أن تصور وترصد ما تعرضت له من قصف ودمار. نحن باقون هنا بإذن الله تعالى، نحن منصورون بإذن الله، سوف نهزم جيش بشار وحزب الله، لأننا ندافع عن شرفنا وكرامتنا وأرضنا وعرضنا. طبعا قوات النظام تستهدف الآن مساجد وبيوت الله، وأيضا تستهدف كنيسة الوحيدة في مدينة القصير. طبعا نلاحظ الآن الدخنة تتصاعد من مأذنة الجامع الكبير والأثري في منطقة القصير. طبعا يأتي هذا الاستهداف بعد محاولة فاشلة من عناصر حزب الله اللبناني بالدخول إلى مدينة القصير. يدعي النظام وإعلامه أنه سيطر على المدينة بالكامل، لكن الأرض والروح تشهد بما يقوله هذا المواطن. الحمد لله رب العالمين، هاي نحن بوسط القصير هلا، والبلدية كلها صامدة والأمور كلها بخير على ما يرام. الحمد لله رب العالمين، هاي الساعة عليك قدامك، وهي جامع الكبير، وما في جيش أسدي هون بنوب، الأمور كلها بخير الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، يقول الحمد لله رغم القصف والغارات، رغم الجرح والمعاناة، فهنا الجرح عميق لكن الرد عصيب. على مقبرة حزب الله كله، وحسن نصر الله وجماعته، وبشار الأسد وجماعته، والمالكي وجماعته، القصير مقبرتهم هون إن شاء الله. أكبر. إن شاء الله. من مدينة القصير، محمد زهوري، أورينت نيوز.